الخمس بتاع اسوان لا صحة لما قيل ان هناك كانت كنيسة في هذه القرية. لم تكن هناك كنيسة في هذه القرية، انما كانت مضيفة. وبالتالي هل معنى كنيسة حتى لو هدمت ومصر كلها تشتعل عشان مبنى كنيسة؟ انها كانت مؤامرة من الداخل ومن الخارج. ثم ما الذي اجرمه؟ ما الذي كان من قواتها المسلحة؟ قواتها المسلحة بتحافظ على امن مصر جميعها، من على جميع المواطنين مسلم او غير مسلم. ثم نرى اسلحه وتعذبوا